عليكم. احيانا لما بندي صدقة لشخص في الشارع بتديها له وانت مقشر، فهو يعني بيحس ان انت بتديها له من قوت عياله، فما بيعرفش ياخدها بعزة نفسه. اديها له وانت بتبتسم، اديها له وانت بتسأل عليه وعلى احواله، صدقني هيبقى مبسوط وهياخدها بعزة نفس. حاجة تانية، لو انت ماشي في الشارع بالعربية بتاعتك ووقفت عشان تشرب مثلا كوفي يعني من على الطريق، ما تحاولش تقول له خد الباقي علشانك قبل ما يعمل لك الكافي، خليه يعملها لك وهو عارف ان انت مش هتدي له حاجة، علشان ما يبقاش هو بيعملها لك وبيكرمك فيها علشان عارف لو هو هياخد فلوس. لا، بعد ما بيخلص الكافي بتاعك ويديه لك، انت قول له خد الباقي علشانك، خلي الموضوع ده صافي بنسبة 100% عشان تاخد ثواب كامل. تمام، يلا صباح الخير وجمعة مباركة عليكم.